أول شيء أرحب بكم بالبيت وأهلا وسهلا فيكم. الشغلة الثانية شغلة البصات الخط، احنا نعاني مع يعني منها فعلا بشكل خاص طلاب الجامعات، لأنه أغلب السواقين ما يلتزموا بالخط كامل، يعني بعضهم يدور من الظليل والصبح، يعني مشكلتنا حتى المصانع انه ياخذوا طلبات من المصانع ويتركوا طلاب المدارس ويتركوا اللي يروح، يعني فعلا نعاني معاناه شاقه. يعني اللي عنده طلاب الصبح يوصل من الظليل بسيارته الخاصه، لانه فعلا الباصات يعني ما يلتزموا بالخط اول شيء، اثنين يعني يا يجوا مع بعض يا يروحوا مع بعض، يعني احنا المفروض انه يكون في تنظيم، انه مثلا كل ساعه يطلع باص، كل نص ساعه يطلع باص، يعني بعض الاحيان يطلع لنا اربع خمس باصات مع بعض. تقعد لك اربع خمس ساعات وانت واقف على الشارع ما في ولا باص. ففعلا نعاني من شغله المواصلات، يعني لازم انه يكون حل شغله المواصلات. هسه انا مثلا في عندنا طلاب للجامعه اهل البيت، فنوصلهم الظليل الصبح، فعلا الباصات يعني الخالديه المفرق كل ربع ساعه يطلع باص، يعني سواء فاضي مليان كل ربع ساعه يطلع باص، يعني ما في انه يستنى لما يتحمل ركاب، لانه بعضها بدك تستنى الصبحان تيجي اول محاضره وثاني محاضره ما بتلحق على الجامعه. فانا اقترح انه يا اما سرفيس يكون ظليل الحلبات، يا اما انه مثلا يصير تنظيم انه كل نص ساعه لازم يطلع باص، فاضي او مليان لازم يطلع، يلتزم بال 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 بالدور ويلتزم بالوقت. انه المفروض انه يعملوا مثلا بدايه ونهايه لشغله خاصه طلاب الجامعات. ولا العسكر الصبح، يعني اي واحد عنده دوام الصبح يعني اكثر الاحيان انه متاخر عن الدوامات، لانه ساعات في باصات وساعات ما في باصات. فعلا هذه نعاني منها معاناه شاقه. فنقترح انه حل انه الظليل، يعني الظليل ما في يجوز كل ربع ساعه يطلع باص. ففعلا لو في خط سرفيس الحلبات الظليل يحل مشكله، يعني خص ازمه الصبح طلاب المدارس والعسكر والموظفين. فون الظليل بملك سياره بس بتحرك كثير، يعني باجي كثير، يعني كل اسبوع باجي لهون. اللي بلاحظه وش الباصات عدم تقيد بدور ما دور، يعني انه وقت معين يطلع خلص حمل بيصحى حاله بيطلع. باجي انا بدي اروح مثلا بدي استنى فتره طويله حمل عن طريق بلف وبرجع، يعني هذا كثير بلاحظه. بعدين ثاني شيء في مناطق هون بالليل مش مغطيه بالمواصلات اللي هي سيرفيس الخطوط الداخلي اللي هي من هون للزرقاء ورجع. عندك في حي اسمه حي شخوت، هذا طبعا اللي بده يمشي كان بنت كان شاب كان ختيار كان كذا بده يضطر يمشي من بيته للحمص، ما في مواصلات لا سيرفيس، بده يضل تحت رحمه البكمات، بحكي مع البكم طبعا بده يحددوا استغلال، بدي اجيك بدي ليره ونص بدي ثلاث ليرات بدي كذا، لما بدي يجي من الظليل لهون على ثلاث ليرات على يطلع على مستشفى على كذا، انت ادرى يعني بالاوضاع الاقتصاديه والاوضاع الناس اللي بتمر فيها. ثاني شيء يعني حاله الباصات والسواقين واستخدامهم لاسلوب السواقه اسلوب غير صحيح. معظمهم كانوا كنتروليه وصار سايق وزعران وسباقات على الطريق، يعني بحكي لك الواقع اللي اللي بشوفه. انا بالنسبه لي ما بركب باص، بس من كثر جيتي لهون واحتكاكي فيهم وقد ما باجي وبطلع بشوف هاي السوالف اللي شايفها. يعني بالنسبه للمواصلات اول شغله الباص يعني بيمرق عليك ما بوقف لك، اذا بقول لك اذا بتجبره انه يوقف او يوقف لك بقول لك يا عم الدوريات عده مرات نوقف يكون الباص مليان. يعني بالنسبه للمواصلات يعني سيئه جدا، من ناحيه الدوريات لما توقفهم بيكون الباص مليان بيقول لك يا عمي ما بقدر اركبك، وفي نسوان واطفال وبهدل. يعني وبالنسبه للطافح بلديه منطقه الطافح في لها باصات مخصصه بس ما بفوتن عليها، ونسوان واطفال وطلاب مدارس، يعني مشكله المواصلات، ومنها الظليل وازمه المواصلات يعني شيء مش طبيعي. بالنسبه لمنطقه الطافح يعني اللي سووا المعاملات للباصات هذول يجبروهم انهم يفوتوا علينا، يعني في اكثر من باص للطافح بيكونوا راكبين فيه من الزرقاء ناس من اهالي الطافح، بيقولوا على الطافح بينزلوا على الشارع الرئيسي بدي يمشي حوالي 7 كيلو لجوه. طيب ما انت ماخذ موقعين لك الناس انك على خط، انت خطك الطافح مجبور انك تفوت من الطافح الشرقي او الغربي وتلف الشارع الرئيسي لجوه الطافح للمربعات للمنطقة المطلوبة اللي انت مخصص انك توصلها ويخلف عليك، اما انه تنزل على الشارع الرئيسي
ويمشي المواطن 7 كيلو لجوا او يدفع ليرتين اجار سياره مشكله. يعني صارت مخصصه للطابع بتنزل عند كزيت الجندي او بتنزل قبل اشاره الحره، بس تقول له فوت على الطابع ما يعني لو بوقت متاخر ما عنده استعداد يفوت على الطابع، وهو ماخذ منه توقيع انه مخصص انك تفوت جوا. والله بصراحة أنا آخر مرة استخدمت فيها المواصلات يمكن من 3 سنوات. بصراحة أسباب كثيرة، أولها تأخير عن مواعيد، ثاني شيء الغلبة والعجقة، بتطلع نظيف في الباص تنزل مشرتح، أول شيء 15 واحد على الواقف، أول ما يشوف لك حجة بحرجك، والله لو سمحت أبو الشباب قاعدين للحجة، طبعاً بيكون مشوارك أنت طالع من الزرقاء لصويلح بده 1:15 الباص، تطلع حن على الواقف توصل دوامك أنت باقي بدوام ورايح على دوام. فهمت عليك كيف؟ وبالنسبة لمواصلاتنا هون بالضليل طبعاً انسى انه السائق بيكون أحياناً طالع 1,000,000 مطبات، بتوكل المطب لو معك مرة حامل وراء ولدت معك في الباص. والله شوف المواصلات كباصات كآليات كلها حديثة بصراحة، لا مجملاً كلها حديثة، الواحد يحكي الحق، ولكن بيجيك 3 باصات على المثلث، في 3 كنترولية بيكونوا، هاي الباص هالطالع، حلو؟ تروح تقعد مع الباص هذا اللي قال لك انه هسه طالع، بتلاقي انه لسه قدامه 3 باصات طالعين قدامك وانت لسه قاعد على المثلث، تتاخر لك نص ساعه ساعه وراح عليك الموعد، راح عليك كل بشكل عام. عن مشكله المواصلات، المواصلات من زمان صراحه ما بتغطي عدد سكان المنطقه، يعني كان الباصات، خلينا نحكي باصات العمومي اللي هي الزرقاء ظليل الزرقاء، عدد سكان كبير من طلاب مدارس ومن عائلات، فعدد السكان اكبر من الباصات، ما بتغطي على السكان، الى جانب انه احنا ما عندنا تكاسي المواصلات، ما عندنا تكاسي بالضليل، تعرف بالضليل منطقه جيوب فقر ما فيها زي الزرقاء زي عمان تكاسي، ما عندنا تكاسي ولا نظام الاوبر مش موجود. احنا اللي عندنا كان مساعد للباصات اللي هي نظام السيارات الخصوصي المستأجرة اللي هي البيك اب، انك تاخذ طلب سيارة خصوصي وتحاسبه. طبعا هاي كلها لها سلبيات، يعني السيارات الخصوصي هاي لها سلبياتها، اذا بوقفك رقيب سير ممنوع، سيارة خصوصي هاي مش سيارة تاكسي مكتب ولا. فبنرجع لنفس النقطة انه احنا بالمواصلات في عندنا مشكلة بالمواصلات، بدنا تاكسي المكتب منطقة الظليل، يكون في تاكسي مكتب، سيارات اوبر يفعلوا لنا الاوبر في الظليل، الى جانب الباصات. طبعا الباصات مشكلة لها اول مهلة اخر، باصات النقل العام زرقاء ظليل الظليل الزرقاء يعني حدث ولا حرج صراحة، الباص حمولته 23 بيطلع فيه 56 راكب، التدخين طبعا فيش شيء اسمه ممنوع التدخين لانه السائق والكنترول بدخن، ف حدث ولا حرج صراحة على الباصات، حمولة زيادة، عدم مراعاة غير المدخنين، صار أكثر من حادث من فترة نظام من بالباصات، صار أكثر من حادث عدم مراعاة الشروط، لأنهم الشباب قلبينها رالي صراحة، يعني سواقين الباصات عندهم المهنة، يعني هي ما بعرف هي رالي ولا هي يعني سواقة باص ما بتعرف صراحة. هذا اللي بنقدر نحكيه، يعني متأمل إن شاء الله إنه يكون في زيادة عدد باصات، يكون الباصات مثل نظام الباصات الحديث اللي بعمان، الباص السريع، الباص الآن مكيف ممنوع تدخين فيه، بطاقة ذكية، يعني إن شاء الله متأمل الأفضل إن شاء الله، ويا رب توفيق. يعني موضوع قطاع النقل البلديات ليس لها أي دور فيه، لكن من باب التعاون من باب التواصل، يعني أنا على يقين إنه حتى أخوي أبو طارق إنه راح نتعاون مع مؤسسة النقل في يعني توفير كل وسائل النقل المريحة. وأنا من هذا الموقع أيضا هناك إن شاء الله تعالى كما سمعت مطلب إنه يكون مظليات لأخواننا وأهلنا في الحلبات، سنقوم بإنشاء مظليتين في الأمام مواقع اللي هم بيرغبوا فيهن، وهذا الأمر سنصدر غدا بمشيئة الله تعالى يعني الأخوان في قسم الصيانة وفي المشتريات إنه يجيبوا استدراج عروض لإنشاء مظليات واحدة في مثلث المدينة الصناعية،
واحدة على مثلث حلبات، لكن لن نستطيع تركيبا إلا في بعد انتهاء شارع الحلبات المثلث اللي انتم تشاهدوا، يعني الوضع المأساوي اللي بنعيشه جراء تقصير المقاول وجراء تقصير ايضا كمان، يعني انا بدي اصرح فيها ويمكن لاول مره وزاره الاشغال، وهذا الحكي بيدفع ثمنه المواطن وبيدفع ثمنه اصحاب المحلات التجاريه، يعني اللي بيصير على مثلث الحلبات ما في اي انسان بيقبل، لا مسؤول ولا مواطن، يعني بغض النظر مين ما يكون، لانه مأساة بتتعرض لها اهالي ضليل من نتيجه تاخير العمل على مثلث حلبات، فسيكون هناك مظليات يعني باحجام كبيره على مثلث حلبات والاخرى على مثلث المدينه الصناعيه لخدمه اخواننا واهلنا في بلده الحلبات. اي عمل عام اذا ما في مساءله ما بنجح. فالمساءله شيء رئيسي وشيء مفيد وشيء يعني مهم جدا لاي مسؤول انه يتعرض للمساءله، وتبدا المساءله من اصغر مواطن لحتى تصل للجهات الرقابيه. يعني انا كرئيس بلديه لا ما في ما يمنع انه يعني تتوجه لي مساءلات بالتقصير سواء بالبنية التحتية او في طموح المواطن بنحو تقديم افضل خدمات للبلدية، او انه يعني تلبية احتياجات الشباب من ملاعب وحدائق ومراكز وخلينا نحكي مراكز تنموية ومراكز زي ما المركز الرائع، مركز يعني شباب البادية الوسطى ثقافية و لكل التجمعات الشبابية والمجموعات الشبابية اللي بتطمح دائما وأبدا للأفضل، فما في ما يمنع أنهم دائما يوجهوا المساءلة للمجلس البلدي ولرئيس البلدية، بس ما يكون في تجريح وتكون مساءلة شفافة، مساءلة صادقة، مساءلة من شباب واعيين كمان، هدفهم الرئيسي ليس الشخص، هدفهم الرئيسي تقديم الخدمة، وهدفهم الرئيسي التطوير والتحديث، وهدفهم الرئيسي دائما أن تكون منطقتهم بأفضل صورة وأبهى صورة، فالمساءلة شيء جميل، وأنا مع أنه يكون في مساءلة دائما للمسؤول، ومتلقي الخدمة دائما يكون مطلع على كل ما يقدم له من رؤساء البلديات او من المجلس البلدي او من اي مسؤول في اي موقع اخر. فالمساءله يعني فيش شيء عمل بدون مساءله، المسؤول اللي بده يصير موقعه بده يتحمل مساءله، بس احنا ضد التجريح وضد الاسئله الاتهامات اللي يعني اللي بتكون عشوائيه وما يعني ما لها اي معنى. انتم بتشوفوا على صفحات التواصل الاجتماعي هناك العديد من الهجوم، وهناك العديد من خلينا نحكي يعني توجه للشخصيات وتوجه لمسؤولين حتى على مستوى البلد، يعني هم افنوا عمرهم في تقديم الخدمه وولائهم وانتمائهم لبلدنا ولوطننا ولقيادتنا، ومع ذلك ما بيسلموا من التجريح ومن الكلام يعني النابذ. واحنا بنطلب وبندعو الله انه يكون عندنا شباب واعيين ويخدموا وطننا ويخدموا بلدنا، ويسالونا احنا كرؤساء بلديات ويسالوا كل الوزراء والمسؤولين، لانه حتى سيدنا يعني هذا محبب له انه دائما المسؤول يتعرض للمساءله. فاحنا مع انه يكون مبدا المساءله موجود، ومع انه هناك يكون يعني هيئات شبابيه دائما تكون حلقه وصل بين المواطن وبين المسؤول متلقي الخدمه، حتى يكون في يعني دائما ماشيين بالطريق الصحيح نحو تقديم افضل خدمات. يعني انا دائما يعني مع مبادرات شباب، يمكن لاحظتوا اغلب المبادرات، اخر مبادره يعني قطر الدم قمنا بالمساهمه مع اخواننا جروبات الشباب ومع الاكاديميه، قبلها كان لنا مبادره مع مجموعه من الشباب الواعي في تكريم ابنائنا ابناء الثانوي العام، وتكلفنا يعني بتكفلنا بكل مصاريف الحفل، وكان هاي من المبادرات الشبابيه الواعيه، مؤسس منصه كل المبادرات اللي بتعملها بندعمها وقدمنا لها مقر واثتنا وحتى الكهرباء والمي كمان، كله من اجل المصلحه العامه ومن اجل انه يكون دائما ندفع بشبابنا للمستقبل لقدام، لانه احنا يعني حتى ننجح بدنا شباب معنا، لانه الشباب هم اعمده الوطن واعمده المجتمعات المحليه، هم الواعيين. الان الزمن تغير، يعني مع احترامنا لكبارنا وشيوخنا، الان زمن الشباب، خاصة إذا بدنا نتطور وبدنا دائما يعني يكون عندنا مجتمعات مثقفة ومتعلمة وعندنا يعني تنمية بمعنى المفهوم الشامل، بدنا دائما نحط إيدينا بإيدين الشباب. وأول مشروع كان لي لما نجحت كان إنشاء مجلس شبابي، مجلس بلدي شبابي، يعني رديف للمجلس البلدي،
ودعينا له، لكن كان هناك يعني بعض العوائق من شبابنا كانوا بتنافسوا فيما بينهم انه انا مين اكون انا او اكون غيري. قلنا يا عمي احنا بدنا كل الشباب نشاركهم مع المجلس، مجلس البلدي الشبابي الرديف للمجلس البلدي، حتى يكون دائما عون للمجلس البلدي، ويجتمعوا بالقاعة البلدية ويطرحوا أفكار ويطرحوا مشاريع، وإحنا علينا كمان كأصحاب قرار ننفذ يعني الشيء اللي إذا فيه مصلحة المجتمع المحلي. لكن ما بعرف يعني بعض الشباب يعني، وهي أنا بعتبرها يمكن أقلية، اللي هم دائما عندهم مبدا الاحباط، بيحبطوا شبابنا الاخرين الواعيين. مبدا ما بعرف، انا بدي لازم يكون عندنا مبدا التنافس مش مبدا الغيره، يعني انه انا يعني حتى اذا بدي اغار من اعمل شيء افضل كمان، يعني مش انه احبط زميلي او احبط هيئه يعني شباب ابناء البادي الوسطى انه قاعدين بيشتغلوا المجتمع المحلي وبيعملوا مبادرات وبيلتقوا مع المواطنين وبيلتقوا مع رئيس البلديه. اجي انا بدي احبطهم، اذا عندي فكره يعني كمان ادعمهم، ما في ما يمنع، بس احنا بنواجه كل يعني مجموعه دائما بتحاول تحبط العمل الشبابي، واحنا بنتمنى النجاح لكل شباب اضليل والحلبات للتطور وللمزيد بمشيئه الله تعالى.